قبل شوي جماعة مريت على مقبرة وتأملت في أهل القبور. أهل القبور جماعة يتمنون الرجوع للدنيا من أجل أن يعملوا أي عمل صالح، لكن صدق ربي لما قال وحيل بينهم، اسمع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم، يشتهون، يتمنون أي عمل صالح يقربهم إلى الله جل وعلا، لكن راحت عليهم. يا جماعة الحياة والله فرصة، فلنستغلها بالقرب من الله سبحانه وتعالى. الله الله يا جماعة بالعمل الصالح، أغلى ما يملك الإنسان عمل الصالح. يتبع مي ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال ولا يبقى معك إلا العمل. فالعمل الصالح هو أغلى ما يملك الإنسان في قبره، الكل تخلى عنك إلا عملك، هو اللي راح يكون أنيسك وجليسك في القبر. الله الله أن نسارع وأن نستكثر الأعمال الصالحة. الله يقول عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم أنبياء.